السلام عليكم، انا وحيد ونر من ونر تاني الشغل. النهارده اقدم لحضراتكم اول فيديو من مجموعه فيديوهات هنعملها نتكلم فيها عن تفاصيل لعبتنا، لعبه التنس الارضي. زي ما حضراتكم عارفين، لعبتنا لعبه تفاصيل، مضارب باوزانها باحجامها، فتل، فتله باور، فتله كنترول، فتله سبين، فتله ديورابيلتي، شد المضارب، شد باور، شد كنترول، احذيه، رادو كورت، كلاي كورت، اكسسوارات المضرب، مانع اهتزاز، اوفر جريب، بروتكشن، كور ريد، اورنج، جرين، كور يلو، تفاصيل كتير. لعبتنا لعبه تفاصيل. احنا في وينر هنعمل مجموعه فيديوهات نتكلم فيها عن التفاصيل ديت، ودايما في اول تعليق هيبقى فيه تفاصيل التفاصيل، بمعنى ان احنا هنعمل الفيديو وهنتكلم في اول تعليق سواء تفاصيل رقميه او معلومات عن الفيديو ده. طبعا في حاجة مهمة جدا، رأينا دايما صواب يحتمل الخطأ، بمعنى ان في حد عنده تصحيح، عنده اضافة، عنده تعليق، ياريت ما يبخلش علينا وكلنا نساعد بعض. يكلمنا في التعليقات، يكلمني مباشرة لو يعرفني، ما يعرفنيش اتشرف بمعرفته ويقول المعلومة، سواء هيضيف او يصحح او يساعدني. فكلنا عايزين نساعد بعض نفهم تفاصيل لعبتنا، تفاصيل التنس كتير. النهارده هنتكلم عن اول حاجه، التنس لعبه هرميه. قاعدتها، القاعده بتاعت الهرم بتاعنا اللي هي مضارب الاطفال او مضارب الجونيور. هنبدا النهارده اول فيديو ازاي نشتري مضرب جونيور، ازاي ولي الامر يشتري مضرب لابنه او بنته. في 3 طرق، 2 عملي وواحده نظري. 2 عملي وواحده نظري. هوري حضراتكم دلوقتي الاثنين العملي. انا اسف. اول حاجه او اول طريقه في الطرق العمليه، ان الولد او البنت طبعا هو لسه مش عارف ماسكه المضرب، مش هنقوله فور هاند وباك هاند، هنقوله سلم على المضرب. هيسلم على المضرب، هيمسكه كده بايده ويفرد ايده، يفرد ايده ما تبقاش متنيه عشان نعرف المقاس مظبوط، ويحطه جنب رجله، جنب رجله. مجرد ما المضرب يلمس الارض، يدوبك يلمس الارض، ما يبقاش طويل قوي او قصير قوي، المقاس المظبوط ان المضرب يدوبك يلمس الارض، والولد يكون فارد ايده واقف مستقيم يلمس الارض، يبقى المضرب ده مناسب. نفس الطريقه ممكن الولد يقلب المضرب من عند الهيد سايز، يدوبك صوابع تلمس الهيد سايز، يدوبك صوابع تلمس الهيد سايز، يبقى الطول دوت طول مناسب. دي اول طريقه. ثاني طريقه، الولد او البنت هيقفوا يفرد ايده، ونحط المضرب عند اخر ايده، عند الكتف من تحت، يعني من اخر ايده، زي ما انا عامل كده بالظبط، عند اخر ايده. مش عايزين ان ايده تبقى كبيره قوي المضرب يبقى صغير، او ايده قصيره قوي عند المضرب يبقى المضرب كبير. امتى نعرف المقاس هنا مظبوط او الطريقه دي مظبوطه؟ ان ايده تبقى قبل اخر المضرب ببوصه ونص او 3 سنتي كده، هو بالظبط. طب ازاي نعرفها بالعين المجرده او بالعين؟ ان دايما مضارب الاطفال بتبقى فيها الفتله، اخر فتلتين في العرض تبقى ايد الولد عندهم كده، ده المقاس المظبوط، ده المقاس المظبوط. بس طبعا ايد الولد هتبقى مفروده، ده المقاس المظبوط، هتبقى كده هو بالظبط. دول كده الطريقتين النظري او العملي، انا اسف، دول الطريقتين العملي. الطريقه النظري بقى قبل ما نبدا فيها، لازم نعرف ان مضارب الجونيور عندنا او مضارب التنس بتتقسم من 17 بوصه ل 27 بوصه. طبعا في مضارب 27 و27 ونص ولحد 29، بس احنا هنبدا دايما او نتكلم دايما في فيديوهاتنا عن الحاجات اللي موجوده في مصر. احنا لسه سوق محدود شويه بالنسبه للتنس عالميا، سواء كمضارب او اكسسوارات، فتل، محدودين في كل حاجه لسه شويه. بس احنا هنتكلم وهنساعد بعض ان احنا نفهم التنس عموما، وهنتكلم في التفاصيل. المضارب عندنا، مضارب الاطفال، بتبدا من 17 بوصه ل 26 بوصه. يعني ايه 17؟ يعني ايه 21؟ يعني ايه 19؟ يعني لو المدرب قال لولي الامر انا ابنك يلعب بمضرب 19 بوصه، معناها ايه؟ ترجمتها ايه 19؟ 19 يعني طول المضرب 19 بوصه، والبوصه بتساوي 2.5 سنتي، يعني بالظبط بتساوي 2.54 من 100، 2.54.
هي دي البوصة، البوصة بتساوي 2.5 سم. الطريقة العملي بقى أو الطريقة النظري أنا آسف، بتبقى رينج، رينج طول ورينج وزن. دايما في حاجة مهمة جدا 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 في اختيار التنس للمضارب الأطفال، اللي هي الفروق الفردية، الفروق الفردية ما بين ولد ولد أو بنت وبنت. بمعنى إن في ولد 6 سنين وولد تاني 6 سنين، بس 6 سنين هنا أطول من 6 سنين هنا. ما ينفعش دوت يلعب بنفس المضرب ده، ما ينفعش ده يلعب بنفس ده المضرب ده، مع ان الاثنين 6 سنين، بس ده هيلعب بمضرب طوله اطول من ده، تبقى نسبه وتناسب ما بين طول الولد وطول المضرب عشان يعرف يعمل بيه الاداء الحركي ويعرف يتعلم بيه، ما يبقاش المضرب كبير عليه قوي وتقيل وما يبقاش قصير قوي، يعني لازم يبقى فيه نسبه وتناسب ما بين طول الولد وطول المضرب. فهي دي الفروق الفرديه، والفروق الفرديه موجوده عموما في الرياضه كلها، في فروق فرديه ما بين الاولاد، بس احنا بنتكلم عن لعبتنا اللي هي التنس. اولا هقول لحضراتكم بسرعه كده الرينج الطول ورينج الوزن لكل مضرب، وفي اول تعليق هتلاقوا التفاصيل كلها بتاعه الاوزان والسن والطول وطول الملعب والكور. اول حاجه لو ولد سنه من 2 ل 3 سنين وطوله من 75 ل 89 سنتي، يلعب بمضرب طوله 17 بوصه، يلعب بمضرب طوله 17 بوصه. المضرب دوت يلعب بكور سفنج، كور سفنج او كور ريد، ويفضل دايما سفنج من 2 ل 3 سنين. كور سافينج لسه بنحببه في التنس اللي هو مضرب 17 بوصه، وطول الملعب يبقى 11 متر، طول الملعب 11 متر. لو ولد سنه من 2 ل 4 سنين وطوله من 90 ل 100 بوصه، من 90 ل 100 سنتي، يلعب بمضرب 19 بوصه، وبرده هيلعب بكور ريد اللي هي ابطا من الكور اليلو او الكور البروفيشنال ب 75%، وهيلعب برده ملعب طوله 11 متر. لو ولد سنه من 4 سنين ل 6 سنين وطوله من 101 سنتي ل 113 سنتي، هيلعب بمضرب 21 بوصة، برضه هيلعب بكور ريد وطول الملعب 11 متر. يبقى 17 و19 و21 بيشتركوا في حاجة في الكور الريد والملعب 11 متر. لو ولد سنه من 6 سنين ل 8 سنين وطوله من 114 سنتي ل 120 سنتي، هنلعبه بمضرب طوله 23 بوصة. وهنا هيبدأ بقى المدرب يحدد مستوى الولد، ممكن يلعب بريد وممكن يلعب بأورنج. الريد 75% أبطأ من الكور اليلو البروفيشنال، والأورنج 50% أبطأ من الكور البروفيشنال، والملعب هنا هيكبر شوية، هيبقى 18 متر. لو ولد سنه من 8 سنين ل 10 سنين، من 8 سنين ل 10 سنين وطوله من 127 سنتي ل 141 سنتي، يلعب بمضرب طوله 25 بوصة، برضه هيلعب بكور اورنج اللي هي ابطأ من الكور اليلو 50%، وطول الملعب برضه 18 متر. لو ولد سنه من 9 سنين، ولد او بنت، كل المضارب ولد او بنت، من 9 سنين ل 11 سنة وطوله من 142 سنتي ل 158 سنتي، هيلعب بكور جرين، كور جرين اللي هي ابطأ من الكور البروفيشنال ب 25% ابطأ، وهيلعب في طول الملعب الكامل، هيلعب بمضرب 26 بوصة وطول ملعب كامل 23 متر اللي هو يوازي 78 بوصة، هيلعب في الملعب الكبير بس بكور جرين. ال 26 ده بنقول عليه لاست جونيور او اخر مرحلة في الجونيور، بعد كده المضارب 27 بوصة اللي هي ما دام الولد او البنت عدى ال 158 145 باللي هي الفروق الفرديه، نبدا نلعب ب 27، وجوه ال 27 دي بقى اوزان وعالم تاني هنبقى نتكلم بعدين عليه في فيديو تاني بالتفصيل. بس لحد كده من اول 17 لحد 26 دي التفصيله بتاعت المباراه، بالسن بالطول طول الملعب بالكور اللي يلعب بيها. اسف لو طولت عليكم، وحابب دايما لو في تعليقات او في اضافات او في تصحيح تكلمونا، وفي اول تعليق هتلاقوا كل حاجة بالتفصيل. شكرا.